دمت المسكين إنه دائما يقع. همتي دمتي جلس على الحائط، همتي دمتي وقع وتكسر، كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. همتي دمتي جلس على الحائط، همتي دمتي وقع وتكسر، كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. همتي دمتي جلس على الحائط، همتي دمتي وقع وتكسر، كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. همتي دمتي جلس على الحائط، همتي دمتي وقع وتكسر، كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. للقفز على السرير. أربعة قرد صغيرة تقفز على السرير، سقط إحداهم فأصيب الصغير. قال الطبيب الوضع ليس خطير، فلا يعود القردة للقفز على السرير. لا يعود القردة للقفز على السرير. قردين اثنين يقفزون على السرير، سقط إحداهم فأصيب الصغير. قال الطبيب الوضع ليس خطير، فلا يعود القردة للقفز على السرير. يجب أن تذهب كل القردة إلى السرير. انظروا، إنها سفينة جميلة. كبير تحمل الكثير من كل ما هو جميل، حلوى ملونة، تفاح لذيذ، أشرعة كبيرة وسار طويل، تبحر السفينة في البحر الكبير. تبحر السفينة في البحر الكبير. بحارة كثار يعملون بكل جد، فئران صغيرة لا تجيد العد،
تقود السفينة بطة صفراء تدير الأمور بكل اعتناء. تبحر السفينة في البحر الكبير، تبحر السفينة في البحر الكبير، دقوا أجراس الحق. سقطت قطتي في البئر، من أسقطها هناك؟ أسقطها الطفل عماد. من أخرجها من البئر؟ أخرجها الطفل زياد. كم شقي كان الطفل عماد، كيف يغرق قطتنا سعاد؟ التي لم تؤذيه بل تصطاد كل فئران الحقل. دقوا أجراس الحق. القط عند البئر، من أخذه إلى هناك؟ أخذاه الطفل إياد. من أرجعه إلى البيت؟ أرجعه أخوه جاد. يا له من طفل رائع وجميل، كي يطعم قطنا الصغير الذي لم يؤذيه بل يلعب مع كل فئران الحقل. يزال نائما؟ لقد حان وقت الاستيقاظ. لازلت نائما، لازلت نائما. أخي أمجد جرس الصباح دق، جرس الصباح دق. دين دن دون، دين دن دون. Thank you.
نائما لازلت نائما أخي أسعد أخي أسعد خبز الصباح جاهز والطيور صاحت كواك 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 لازلت نائمة لازلت نائمة أختي سلمى أختي سلمى أدياك تصيح أدياك تصيح كو 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 يا له من صباح رائع.